السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 2 بارتي 2 من سلسلة شروحات المادة ديال الدغوا كوميرسيال، القانون التجاري الخاصة بالسمستر 4. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكمل ليكسبليكاسيون ديال الكور ديال الدغوا كوميرسيال. في الفيديو الأول شرحت لكم لانتروديكسيون ديال الكور، عرفتوا شنو كنعنوا بالدغوا كوميرسيال وعرفتوا لي سورس اللي كنعتمدوا اليوم في القانون المغربي في الدروا كوميرسيال. دابا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنبداو بالشابتر الاول اللي هو لو ستاتي دو كوميرسو، يعني الصفه ديال التاجر. يعني باش واحد الشخص انه يشد الصفه ديال التاجر شنو هما الشروط اللي خاصهم يتوفروا فيه، دونك على حساب القانون المغربي بطبيعه الحال. لو ستاتي دو كوميرسون اي كومبلكس. بالنسبه للقانون المغربي فان باش تكون عندك واحد الصفه ديال التاجر راه شويه كومبلكس، يعني معقده، خصهم يتوفروا فيك واحد الشروط بزاف باش تقدر انك تاخذ واحد الصفه ديال التاجر. كوم تو لي ستاتي بروفيسيونيل ايل كومبورت دي كونديسيون تونو اوسي ا لا بيرسون دي كوميرسون كالاكتيفيتي كوميرسيال. بالنسبه باش يكون عندك واحد الصفه ديال التاجر حسب القانون المغربي راه خاصو يتوفروا فيك شروط. كاين شروط عندهم علاقه بالشخصيه ديال التاجر، يعني بالشخص بالنفس ديال التاجر خصهم يتوفروا شخصيته، وكاين شروط في النشاط التجاري ديالو. نبداو بالبارتي الاولى ديال لي كونديسيون، هما لي كونديسيون تونو على بيرسون، يعني الشروط اللي خصهم يتوفروا في هاد الشخص هذا باش يكون عنده صفه ديال التاجر. هاد الشروط هادو فيهم جوج الانواع، فيهم لي كونديسيون فيزي ا بروتيجي لا بيرسون، يعني كاين شروط اللي عندهم علاقه الهدف ديالهم انهم يحموا هاد الشخص، وكاين شروط اللي عند كونديسيون فيزو ا سوف غاردي لانتيغي جينيرال، يعني وكاين شروط اللي الهدف ديالها هو حمايه المصلحه العامه. نبداو بلي كونديسيون فيزو ا بروتيجي لا بيرسون، يعني لا كاباسيتي كوميرسيال، اهليه تجاريه. شنو هما الشروط اللي خصهم يتوفروا باش ممكن انك تشد تستافد من الاهليه التجاريه باش تكون عندك تكون تاجر؟ La capacité commerciale, l'ahli tijaria, est déterminée par les règles du statut personnel. Celle-ci doit être recherchée dans le code de la famille, qui a d'ailleurs simplifié cette condition en fixant à 18 ans l'âge de la majorité, article 229-209 du code de famille. Pour ce qui est de l'ahli tijaria محدة في الصفة ديال الشخصية. فكاينه هاد الشروط هادي الاهليه التجاريه في مدونه ديال الاسره في القانون المغربي. على حسب المدونه ديال الاسره في القانون المغربي فان الاهليه التجاريه او لا كاباسيتي كوميرسيال كتبدا من لاج دو لا ماجوريتي، يعني السن ديال الرشد، لاج دو ماجوريتي. لاج دو ماجوريتي سولون لو كود دو لا فامي ماروكين هو 18 ans، يعني 18 ans الفوق. دونك لا كاباسيتي كوميرسيال هو كتكون عند، شنو هو الشرط باش تكون عندك لا كاباسيتي كوميرسيال؟ هو انك تكون عندك السن ديال البلوغ ولا السن ديال الرشد. في حسب القانون المغربي السن ديال البلوغ ولا الرشد هو 18 سنه، هذا هو الكونديسيون باش تستافد من الاهليه التجاريه. مي سوبوندون ايل اكزيست دي ديروغاسيون اكسيبسيون ا سو برينسيپ. على حسب القانون المغربي فان الاهليه التجاريه محده السن ديال 18 سنه فما فوق، هذا هو السن القانوني باش تكون عندك اهليه بالصفه ديال التاجر. ولكن راه كاين دي ديروغاسيون، يعني كاين دي اكسيبسيون لهذا المبدا هذا، يعني هاد 18 عام، يعني هذا كاين واحد دي ديروغاسيون، كاين واحد اكسيبسيون في القانون المغربي. اول اكسيبسيون نبداو به هو لو مينور القاصر. تعرفوا بان لو مينور ولا القاصر كيكون عنده اقل من 18 سنه، ما كيكونش عنده سن الرشد. يحسب جينا تطبقوا مثلا هاد لي غيغل ديال لو كود لا فامي، هاد لو مينور راه ما عندوش لا كاباسيتي كوميرسيال لان عنده اقل من 18 عام، ولكن راه ممكن ان المينور واخا ما عندوش 18 عام يمكن انه يبراتيكي الكوميرس. Il peut se trouver en état de bénéficier d'une telle capacité soit par une autorisation spéciale soit par une déclaration anticipée de la majorité. يعني ان القاصر ممكن انه يستافد من الاهليه التجاريه رغم عدم بلوغه لسن الرشد، وعن طريق بواحد لوتوريزاسيون سبيسيال، يعني كتعطيه واحد لو تريبينال، يعني ديك المحكمه
كتعطيه واحد لوتوريزاسيون، واحد يعني كتخلي يعني كت كت كت, كت كوموندي كتعطي لوتوريزاسيون باش يبراتيكي لو كوميرس، يعني تعطي واحد الترخيص انه يدير الكوميرس، يكون عنده لا كاليتي دو كوميرس رغم عدم بولوغي لي سن 18 انك. دونك لو مينور كتعطي عليه لا كاباسيتي كوميرسيال باغ ان اوتوريزاسيون سبيسيال، يعني كتعطي عليه واحد الترخيص اللي هو خاص باش يبراتيكي الكوميرس. هادشي تيكون تخصص ديال التريبينال، دونك المحاكم المحكمه هي اللي كتعطي هاد لوتوريزاسيون، هاد الترخيص للقاصر رغم عدم بلوغ سن الرشد باش يدير الكوميرس، باش يكون عنده لا كاباسيتي كوميرسيال. ولا سوا باغ ان ديكلاراسيون اونتيسيبي دو لا ماجوريتي، ولا كتعطي واحد ديكلاراسيون اونتيسيبي دو لا ماجوريتي، يعني كتعطي واحد مثلا واحد ديكلاراسيون، يعني كتعطي واحد الورقه للمحكمه تقول لي بانه راه واخا رغم عدم بلوغي لي سن الرشد راه عنده وثيقه اللي كتبين بانه ممكن انه يدير الكوميرس. دونك بور لو مينور رغم عدم بلوغه لي سن الرشد ممكن انه تعطى لي لا كاباسيتي كوميرسيال، اهلي تجاري تكون عنده الصفه ديال الكوميرسيون باغ ان اوتوريزاسيون سبيسيال ولا باغ ان ديكلاراسيون اونتيسيبي دو لا ماجوريتي، يعني ممكن انه براتيكي الكوميرس. دابا نشوفوا اكسيبسيون الثانيه هو لي ماجور انكابابل. لي ماجور انكابابل هما العاجزين، الناس اللي عندهم اكثر من 16 18 عام يعني في سن الرشد ولكن هما عاجزين يعني غير قادرين، يعني مثلا كيكون عندهم دي مالاد مونطون. سو سون لي مالاد مونطون هما الناس اللي هما عندهم سن الرشد يعني اكثر من 18 عام ولكن عاجزين، يعني عندهم واحد المرض عقلي، هذا المرض العقلي كيمنع عليهم باش تكون عندهم لا كاباسيتي كوميرسيال. ميم ايو اتا اناج ليغال، هاد الناس هادو لي ماجو انكاباب العاجزين رغم بلوغهم لي سن الرشد ولكن هما كيعانوا واحد المرض عقلي ما كيقدروش تكون عندهم لا كاباسيتي كوميرسيال. ايل سو اسيميلي او مينو، تتكون عندهم نفس الحاله ديال لي مينو. دونك بالنسبه لي ماجو انكابابل باش يقدروا تكون عندهم لو ستاتي دو كوميرسون باش تكون باش تعطي لهم لا كاباسيتي كوميرسيال، خاصهم اش؟ خاصهم واحد لا تيتيل، يعني خاصهم واحد الوصي، يكون عندهم شي واحد وصي ليهم، يعني بحال قلتي وصي على هاد لي ماجور انكابابل. اوسي خاصهم الكوراتيل، سونك ايل سون بوزوان دو تيتيل او دو كوراتيل بور براتيكي لو كوميرس، يعني هما في حاجه باش واحد الماجور انكابابل واحد الشخص عنده مرض عقلي هو اكثر من 18 عام باش يقدر انه يسجل في لوجيستر كوميرسيال، يعني باش تعطي لي كاباسيتي كوميرسيال باش تعطي لي ستاتي كوميرسيال، شنو خاصو؟ خاصو تيوتيل واحد الوصي، ولا خاصو واحد الكيغاتيل. كيغاتيل هو خاصو واحد شي واحد كيقوم بالاعمال ديالو، كيغاتيل يعني القوامه، شي واحد كيقوم بالعمل ديالو كينوب عليه في التجاره ديالو، هادشي باش يقدر انه يبراتيكي لو كوميرس على حسب الدروا كوميرسيال ماروكان على حسب القانون التجاري المغربي. شوفوا الحاله الثانيه ليكسيبسيون ديال هاد لا كاباسيتي كوميرسيال، عندنا ليترونجي بالنسبه للاجنبي. بوغ ليترونجي في القانون المغربي ان ايترونجي دو افوار او موان 20 طون بور اكزيرسي لو كوميرس او ماروك، يعني داك الاجنبي راه ما كتطبقش عليه نفس القوانين ديال المغرب، ديال الناس اللي ما عندهم جنسيه ديال المغرب. المغربي لا كاباسيتي كوميرسيال كتبدا ليه من 18 عام 18 الفوق، بالنسبه للاجنبي خصو يكون عنده اكثر من 20 عام باش يقدر انه تكون تعطى ليه لا كاباسيتي كوميرسيال باش يقدر اكزيرسي لو كوميرس او ماروك. دونك الاجنبي خصو يتوفر على سن اكثر من 20 عام باش يقدر انه يبراتيكي الكوميرس في المغرب. دابا شوفوا لا فام ماري، المراه المتزوجه، سولو لارتيكل 10 دو كود دو كوميرس على حساب الفصل 17 من قانون التجاره ومدونه التجاره، لا فام ماريي بو اكزيرسي لو كوميرس سون اوتوريزاسيون دو سون ماري، توت كونفونسيون كونترير اي ريبيتي نيل. يعني على حساب القانون التجاري المغربي او المدونه التجاره، المراه المتزوجه ممكن لها انها اكزيرسي يعني انها دير الكوميرس، يعني طب زعما دير لاكتيفيتي كوميرسيال تعطي لها الصفه ديال التاجر بلا موافقة ديال راجلها، بلا ترخيص ولا بلا موافقة الزوج ديالها.
دونك هادشي على حساب القانون التجاري المغربي. من قبل ما يخرج هذا الارتيكل ديال السد، كانت المرأة المتزوجة في القانون التجاري المغربي ما عندهاش الحق انها اكزرسي لو كوميرس سون لوتوريزاسيون دو سون ماري. يعني المرأة المتزوجة ما كانش عندها الحق انها دير واحد النشاط تجاري بلا الموافقة ديال الراجل، خاصها ضروري الزوج ديالها يوافق عاد ممكن انها تعطاها لا كاباسيتي كوميرسيال. دابا في هذا القانون التجاري الجديد، هذه المدونة التجارة الجديدة، المرأة المتزوجة ممكن انها دير واحد النشاط تجاري رغم عدم موافقة زوجها، يعني بلا ما يوافق زوجها ممكن ليها، القانون كيعطيها هكا. دونك حنا شفنا دابا قلنا بان لا كاباسيتي كوميرسيال باش الاهلية التجارية كتبدا من سن الرشد اللي هو 18 عام فما فوق. اي شخص عنده 18 عام فما فوق ممكن ان تعطى ليه الاهلية التجارية، ولكن قلنا كاين دي اكسيبسيون. الاكسيبسيون الاول هو لمينو القاصر، القاصر رغم عدم بلوغ السن 18 سنة ممكن في الحالات ان القاصر يدير التجارة، ممكن القاصر انه يدير التجارة. يعني هنا كنتكلموا بان القاصر خاصو واحد لوتوريزاسيون سبيسيال، يعني واحد الترخيص خاص من المحكمة هي كتعطيه انه كتعطيه بهذا الترخيص هذا ممكن عدم بلوغه لسن الرشد ممكن انه اكزيستي لو كوميرس، ولا واحد باغ ان ديكلاراسيون انتيسيبي pour exercer le commerce، ولا واحد الترخيص يعني انه واحد مثلا واحد الوثيقه كتبين انه ورغم عدم بلوغ سن الرشد ممكن انه يستافد من الامتيازات اللي كتكون عند الناس اللي هما في سن الرشد. اوسي بالنسبه لهذاك العاجز لي ماجور انكابابل، لي ماجور انكابابل هما الاشخاص اللي هما في سن الرشد ولكن كيعانوا من امراض عقليه. هاد الامراض العقليه كتمنعهم انهم اكزيرسي لو كوميرس. هاد الاشخاص هادو ممكن انهم اكزيرسي لو كوميرس ولكن خاصهم ضروري واحد توتيل، يعني واحد الوصي عليهم، ولا خاصهم واحد الكوغاتيل، يعني كوغاتيل واحد القائم بالاعمال ديالهم، يعني شي واحد يقوم بالاعمال ديالهم، يعني كيكون واحد الشخص كينوب عليهم. اوسي بالنسبه لهذاك الاجنبي اللي ما عندوش الجنسيه ديال المغرب وبغى يدير النشاط التجاري في المغرب، راه خاصو ضروري يكون عنده السن ديالو اكثر من 20 سنه باش يقدر انه يدير واحد النشاط تجاري في المغرب. اوسي اونفان بوغ لا فام ماري، المراه المتزوجه ممكن انها تستافد من الاهليه التجاريه، يعني ممكن انها تقوم بالاعمال التجاريه رغم عدم موافقه الزوج ديالها، يعني تقدر دير تجاره بلا ما يوافق الزوج ديالها. دونك هادشي شفنا في لا كاباسيتي كوميرسيال. دابا نشوفو النوع الثاني ديال لي كونديسيون، هما لي كونديسيون فيزو ا سوفغاردي لانتيري جينيرال. لي كونديسيون فيزو ا سوفغاردي لانتيري جينيرال. شوفو دابا الشروط، شفنا الشروط فيزو ا بروتيجي لا بيرسون، الشروط اللي الهدف ديالها انك تحمي هاد الشخص، يعني واحد الشخص اللي ما عندوش الاهليه التجاريه ما عندوش الحق انه يدير التجاره، اللي ما كتوفرش فيه دوك الشروط اللي في الاهليه التجاريه. دابا نشوفوا الشروط اللي الهدف ديالها انها تحمي المصلحه العامه، تحمي المصلحه العامه، يعني تحافظ على المصلحه العامه. هنا كنتكلموا على جوج الحوايج، كنتكلموا على ديشيونس الحرمان، وكنتكلموا على ان كومباتيبيليتي يعني عدم التوافق. لا ديشيونس او الحرمان يعني كاين واحد الاشخاص اللي كتكون كيتحيد منهم الاهليه التجاريه، هما عندهم لا كاباسيتي كوميرسيال يعني اكثر من 18 عام ولكن داروا واحد المخالفه، واحد المخالفه ولا داروا واحد الجنايه ولا داروا واحد اجرام ولا اكسيتيرا. هاد المخالفه هذه اللي داروا كتجي المحكمه كدير لهم لا ديشيونس. كيفاش لا ديشيونس؟ يعني الحرمان من القيام بالاعمال التجاريه، لا ديشيونس بو اكزيرسي لا كوميرس. دونك l'article 711 du code de commerce à Fermco, الفصل 711 من مدونة التجارة، شنو كيقول فيه؟ La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute société commerciale ayant une activité économique. La déchéance كوميرسيال هو انتردكسيون يعني المنع، حرمان المنع من تسيير او
إدارة أو حتى مراقبة أو القيام بالأعمال، يعني ديريجي أو جيري يعني تسير، أو أدمينستري يعني الإدارة أو حتى المراقبة ديال ديريكتوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي مقاولة أو شركة اللي هي تجارية أو حرفية أو أي شركة تجارية أخرى اللي عندها واحد النشاط اقتصادي. لا ديشيونس هو الحرمان من القيام بالأعمال التجارية، وهذا الحرمان هذا راه كيخصك لنا التسيير، الإدارة، المراقبة والقيام بأي حاجة عندها علاقة بالنشاط التجاري، لحرمان ديال هاد الأشخاص هادو. دونك لوغسكو لو تروبينال برونونس لا ديشيونس كوميرسيال، يعني أن المحكمة هي اللي كتعطي هذا القرار، تصدر هذا الحكم بالحرمان من مزاولة النشاط التجاري. كيفاش بوركوا كتطبق واحد لا ديشيونس على هاد الاشخاص هادو؟ راه هاد الاشخاص مثلا راه عندهم لا كاباسيتي كوميرسيال، ولكن داروا واحد المخالفه، هذيك المخالفه كتخلي المحكمه انها كتعطيهم لا ديشيونس كوميرسيال، يعني كتخليهم تعطيهم واحد الحرمان من مزاوله النشاط التجاري. شنو هما الاسباب ديال لا ديشيونس كوميرسيال؟ من الاسباب ديال لا ديشيونس كوميرسيال يعني واحد الشخص مثلا اللي تحكم عليه في قضيه، تشد في قضيه ديال الاحتيال، احتيال على الناس، احتيال في الفلوس، الخيانه الامانه، واحد الشخص كياكل الامانه، عنده سوابق في خيانه الامانه، مثلا السرقه لوفول، مثلا الفساد، واحد الشخص كيدير الفساد باغ اكزومبل، الابتزاز، واحد الشخص اللي كيبتز بنات، كيدز الناس، الابتزاز اكسيتيرا. دونك هاد المخالفات، واحد الشخص دار بحال هاد المخالفات ولا هادو، دونك كتجي المحكمه المحاكم ديال المملكه، محكمة كدير ليه لا ديشيونس كوميرسيال، يعني الحرمان من مزاولة النشاط التجاري. دونك الحرمان أو لا ديشيونس كتخص الأشخاص اللي داروا مخالفات وكتصدر في حقهم واحد الحكم بحرمان من مزاولة النشاط التجاري. وهذا الحرمان راه كيخص أي حاجة عندها علاقة بالنشاط التجاري، الشركات التجارية، الشركات الحرفية اكسيتيرا. وهذا الحرمان راه كيخص انه يسير ولا يدير ولا يكونترولي ولا اي حاجه، سواء بطريقه مباشره او طريقه غير مباشره، لاي نشاط تجاري. دونك لوسكو لو تريبينال برونونس لا ديشيونس كوميرسيال il doit en fixer la durée qui ne doit être inférieure à 5 ans. يعني هذا الحرمان التجاري اللي كتصدروا للمحكمه راه خاصو يكون ما يكونش اقل من 5 سنين، يعني 5 سنين لتحت الفوق، يعني 5 سنين الفوق، يعني اكثر من 5 سنين. واي شخص ما كيحترمش هاد لا ديشيونس كوميرسيال، مثلا واحد الشخص اللي صدراتو في حقه واحد الحكم بالحرمان من مزاوله النشاط التجاري، يعني المحكمه كتنزع عليه لا كاباسيتي كوميرسيال، يتم نزع الاهليه التجاريه لهذا الشخص هذا، رغم انه ماجور، يعني عنده لا ماجوريتي في سن الرشد. دونك اي شخص ما كيحترمش لا ديسيونس كوميرسيال، واخا دابا حكمت عليه المحكمه بعدم مزاوله النشاط التجاري وكيمشي يزاود النشاط التجاري، فهاد الحاله راه فهو معرض لي دي سانكسيون، اللي هما يقدروا يكونوا دي سانكسيون بينال ولا ديسيبلينير، يعني كيكون معرض لواحد واحد لي سانكسيون، واحد العقوبات. هاد العقوبات تقدر تكون عقوبات جنائيه او عقوبات تاديبيه، تقدر القضيه توصل فيها الى الحبس والغرامه. دونك هاد هو لا ديسيونس كوميرسيال. دابا نشوفوا النوع الثاني، هو لانكومباتيبيليتي او عدم التوافق. لانكومباتيبيليتي شنو هي؟ لانكومباتيبيليتي il s'agit ici d'une interdiction faite à certaines personnes d'exercer le commerce en raison de leur profession ou de leur fonction. Elle est interdite aux effets en effet aux fonctionnaires, aux notaires, avocats, architectes, médecins, etc. d'exercer un commerce. La compatibilité ou عدم التوافق هي حرمانتها هي من مزاولة بعض الأنشطة، مزاولة النشاط التجاري لبعض الأشخاص. La compatibilité هو الحرمان من مزاولة النشاط التجاري لبعض الأشخاص. شنو السبب؟ ماشي بحال لا ديشيونس،
ديسيون شنو السبب ديال عدم الانتردكسيون باش نزاول النشاط التجاري بالنسبه لا ديسيونس؟ هو المخالفات، يعني واحد الشخص دار واحد المخالفه مثلا تيجي المحكمه كتحكم عليه بعدم نشاط تجاري. لانكومباتيبيليتي هو المنع ديال واحد الاشخاص باش مزاول النشاط التجاري بسبب لا بروفيسيون او لو فونكسيون، يعني بسبب الخدمه ديالهم، يعني داك القطاع اللي كيخدموا فيه هما، يعني النوع ديال الخدمه ديالهم او لو فونكسيون. دونك بحالاش مثلا شدوا واحد الفونكسيونير موظف خدام في الدوله، موظف ديال الدوله خدام في مثلا في 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 في, في لي كوليكتيفيتي، مثلا في لي كومين، في لي ريجيون، في لي انستيتيسيون ديال ليطا اكسيتيرا، يعني الناس اللي خدامين موظفين عند الدوله. مثلا باغ اكزومبل هذا استاذ، مثلا ميدسان عند الدوله، مثلا فونكسيونير في ليطا اكسيتيرا، هادو ممنوع عليهم القيام بالنشاط التجاري عند، لان كاينه لانكومباتيبيليتي، عدم التوافق، لانهم لا فونكسيون ديالهم ولا النوع ديال البروفيسيون ديالهم كتمنع عليهم باش تكون عندهم لا كاباسيتي كوميرسيال، يعني كتمنع عليهم باش يقوموا بواحد النشاط تجاري. يعني باغ اكزومبل نشدو واحد الاستاذ، مثلا استاذ تقري باغ اكزومبل في واحد الثانويه، مثلا ثانوي باغ اكزومبل استاذ ثانوي، هذا الاستاذ الثانوي هذا فونكسيونير ديال ليطا، دونك هذا الاستاذ الثانوي ما يمكنليش انه ياسس واحد الشركه تجاريه. علاش ما يمكنليش اسسها؟ لان كاين لا كومباتيبيليتي. شنو هو الكومباتيبيليتي؟ لان النوع ديال البروفيسيون ديالو هو استاذ، كتمنع عليه ان بالقيام بالنشاط التجاري. اوسي لي نوتير مثلا، الموثقين، لي زافوكا، المحاميين، مثلا المحامي حتى هو ممنوع عليه انه يقوم بواحد النشاط تجاري. علاش؟ لان النوع ديال الخدمه ديالو كاينه فيها لا كومباتيبيليتي، عدم التوافق مع القانون التجاري، ما يمكنش يقوم بالنشاط التجاري. اوسي مثلا شدوا واحد الاركيتيكت، واحد المهندس حتى هو ما يمكنليش يقوم بالنشاط التجاري. علاش؟ لان النوع ديال الخدمه ديالو كاين لا كومباتيبيليتي. مثلا باغ اكزومبل واحد الميديسان، واحد الطبيب، هو طبيب، شنو دا هو النشاط التجاري؟ ما عندوش الحق يدير واحد النشاط التجاري. علاش؟ لان كاين لا كومباتيبيليتي. دونك لا كومباتيبيليتي، عدم التوافق، هي حرمان من مزاولة النشاط التجاري لبعض الأشخاص بسبب النوع ديال العمل ديالهم أو الوظيفة ديالهم، مثلا موظفين ديال الدولة، المحاميين، المهندسين، الأطباء اكسيتيرا. دونك هادو كاين لا كومباتيبيليتي. دونك لو نو ريسبي دو سي ريستريكسيون اونترين دي سانكسيون بينال اي ديسيبلينير. دونك عدم احترام هاد المواد المنع هذا اللي هما لا ديشيونس ولا لا كومباتيبيليتي، الشخص اللي ما كيحترمش هادشي مثلا هو ميدسا، دونك لا ميدسا ممنوع لانه القيام بالنشاط التجاري. علاش؟ لان كان لا كومباتيبيليتي. مشى شنو دار هو؟ مشى دار واحد النشاط تجاري، مشى اشد واحد الشركه بسميتو. دونك في هذه الحاله هو معرض لعقوبات، عقوبات تقدر تكون عقوبات جنائيه او عقوبات تاديبيه. دونك نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي. ان شاء الله في الفيديو المقبل نشوفوا لي كونديسيون تونو على الاكتيفيتي، شنو هما الشروط اللي خصهم يتوفروا في الاكتيفيتي كوميرسيال باش هذاك باش تكون عندك الستاتي دو كوميرسو، باش تكون عندك الصفه ديال التاجر. نتمنى انكم فهمتوا ليكسبليكاسيون. كان معكم الاستاذ كاريك ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.